مرحبا، رغيف اللحم اسم هالأكلة اللي رح نعملها اليوم. هالأكلة كتير مرتبة وطيبة جدا، نقدمها مع بطاطس بوري وصوص البني بالكريم أو بالحليب. رح نعمل معها خضار مشوية، سهل كتير، طرية جدا من جوا لأنه نحط لها كعك أو بقسماط وبيض، ومقاديرها كتير كتير سهلة. رح نعمل تقريبا لـ8 أشخاص. المقادير أكيد مكتوبة بتلاقوها بصندوق الوصف. أول شيء بنكسر البيض، بنخلطه مع الحليب والبقسماط، بنخلطهم مع بعض وبنتركهم على جنب تقريبا 10 دقايق مشان يشرب الكعك كل الحليب والبيض. عندي هون أنا 1.5 كيلو لحمة مفرومة ناعم، بضيف عليها بصلتين مفرومين ناعمين، معلقة كبيرة ملح، ومعلقة صغيرة بابريكا، معلقة كبيرة أوريغانو أو زعتر بري، ورشة فلفل أسود، وآخر شيء ربع معلقة فلفل أبيض. وعندي أنا هون مزيج الكعك والحليب والبيض، كيف مثل ما شايفين شرب الكعك كل السوائل، ضيفه فوق اللحمة، وهذا وظيفته أكيد يمسك العجين منيح ويحافظ على طراوتها مشان تنقص مزبوط بعد ما تستوي، وبنفس الوقت مشان يحفظ لي السوائل. بخلطهم كأني عم بخلط عجين تماما، وبجيب قالب التوست الموجود. أنا هذا 30 سنت ب10 سنت، مشان هيك اسمه رغيف اللحم لأنه بتنعمل بقوالب الخبز أو قوالب التوست. كبسها مزبوط بحيث أني عبي القالب صح مشان يطلع شكله حلو بالأخير. بضيف له معلقتين زبدة، بوزعها مزبوط فوق اللحمة، وبحطها بالفرن على درجة حرارة 150، تقريبا بتاخد 1.5 ساعة لساعة وثلاث ارباع. وببلش حضر بالخضار المشوية. هون عندي بندورة بقصة بالنص، شوية زيت زيتون وملح بس، بشويهم بالفرن درجة حرارة 180-200، ما بيهم، 5 دقايق ما أكتر من هيك. وببلش حضر للبطاطس بوري أو البطاطس موس. البطاطس موس غير البطاطس مهروس أكيد، لأنه هذا بنحط له زبدة وكريمة أو حليب. بقشرهم وبقصهم مربعات، بسلقهم مع مي وملح. مجرد ما استووا مزبوط عندي بعد ما جربتهم أنا بالشوكة أو بالمعلقة، بصفيهم من المي، بضيف عليهم معلقتين زبدة وبحركهم كأني عم بهرسهم بمعلقة خشب وعلى نار كتير خفيفة، وبضيف لهم تقريبا 3/4 كوب حليب أو كريمة سخنة أكيد مشان ما تبرغل، وقد حطها بارد على سخن، معلقة صغيرة ملح مع ربع معلقة صغيرة فلفل أبيض، وبخفقهم مزبوط بخفاقة يدوية حتى تنعم معي على الآخر وصير كتير ملمسها حريري مثل ما شايفين. وببلش جهز للصوص، معلقة كبيرة زبدة مع معلقتين طحين، كأنه عم نحضر للبشاميل، ولكن هذا لازم أحرق الزبدة شوي مشان يعطيني لون بني أو ذهبي حلو. بضيف لهم كريمة أو حليب كامل الدسم شوي شوي وعلى مهلي، وبحركهم تماما مثل البشاميل. تقريبا بتاخد معي 0.5 لتر سوائل. فيني استخدم عصارة من قطعة اللحمة اللي طلعت معي من الفرن، وإذا ما بتحبوا تستخدموا عصارة بس أكيد هي بتعطيكم طعم طيب، فيكن تستخدموا مكعبات لحم بقري. آخر شي منضيف 1/4 كوب مي، وبنتركن على نار وسط حتى يغلو مع ربع معلقة ملح، رشة فلفل أسود، وبتركهم يغلوا على مهلهم حتى يسمك معي الصوص ويعطيني النتيجة المناسبة.
هون أنا عندي استوى رغيف اللحم وتركته يبرد تقريبا شي نص ساعة مشان ما ينزل سوائل كتير أنا وعم قصه، لازم يرتاح حتى يحافظ على السوائل داخل قطعة اللحم. بقطعه مثل ما بتحبوا انتو، انا قطعته لكل شخص 2 لـ 8 أشخاص، تقريبا 16 لـ 18 قطعة طلع معي. مثل ما شايفين كتير كتير طري وسهل وسلس بالتقطيع. طبعا اذا عندكم عزيمه كبيره مثلا فيكم تصفوه بقالب بيركس كبير مع الخضار المشويه. مثل ما شايفين انا عامل بروكولي، سالقه للبروكولي 4 دقائق بمي مغليه فقط مشان يحافظ على لونه. وعندي انا هون صوص عامله بقدونس اوريغانو روزمارين اعشاب بريه مع زيت زيتون وتشيلي، وفيكم تقدموه لكل شخص بشخصه مثل ما شايفين هيك. او بتقدموه بصينية كبيرة، وانا هيك بفضل دائما مشان لمة العيلة او لمة الاصحاب والاحباب، مع البطاطس بوريه والصوص. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم هالاكلة رغيف اللحم، وان شاء الله الف صحة وعافية. سلامات.